السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للفيديو الأخير الطلع بتاع الهالك حميتي، طبعا أنا ما داير أتكلم فيه، لكن هنقول لكم رأي سعادته الشاذلي المادح اللواء في جهاز الأمن الوطني، كان مدير الإعلام في الجهاز ورجل حائز على جوائز ذهبية في الأفلام الوثائقية، وهو آخر أصلا مخرج وسيناريست وزول مبدع يعني، وزول فاهم في شغله ده. التسجيل الفيديو الأخير اللي طلع بتاع حميدتي بيتكلم فيه مع جنوده بتاع ردا على خروج البرهان، شوفوا الزول ده قال شنو. قال لي ظهور الهالك هناك مكتبة تلفزيونية ضخمة تحوي تسجيلات له، منها يتم مونتاج هذه المقاطع عبر أجهزة متقدمة جدا في المعالجة والتركيب، وهي تتعامل بمقياس للزمن وحدته الصغرى بين قوسين فريم، ولك أن تتخيل أن في الثانية الواحدة 20 فريم، وهي بذلك قادرة على التعامل مع الحروف، ومنها مع الكلمات، ومنها مع العبارات، ولذلك من السهل تجميع العبارة من عدة مقاطع من أشرطة ملفات مختلفة، ولذلك من السهل العثور على كلمات من نطقه ومن تسجيلاته مختلفة لتركيب عبارة، وهكذا تتم صناعة خطابات الهالك حميتي. وعند أهل الاختصاص من الفنيين هناك مقولة مهمة، وهي الفيلم تتم صناعته في غرفة المونتاج بين قوسين يعني، بالرغم من الجهد الضخم الذي يبذل خارج تلك الغرف. أرجح أن المادة الأساسية لهذا الظهور كانت لإحدى التقارير التي كانت تتم أيام الكورونا في معسكر الجيلي شرق المصفاة، أما كلمات الخطاب فقد تم جمعها من أشرطة أو قل ملفات مختلفة، ولهذه الأجهزة القدرة على معالجة الكلام كما القدرة على معالجة الكتابة. ولكن شوفوا ختم قال شنو، ولكن المهم هو ليس ظهوره من عدمه، وإنما المهم هو أنها معركتنا الوجودية مع هذا السرطان.